كيف تكون تكبيرة الإحرام إذا دخل المصلي والإمام راكع؟ يكبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، منتصب قائما، ثم ينحني للركوع. فإن أتى بتكبيرة الانتقال أو تكبيرة الركوع فهذا أفضل، وإن تركها فإنها في هذا الموطن تكون سنة. ما شاء الله. نعم، لكن تكبيرة الإحرام لا بد منها، ومحلها وهو قائم قبل أن ينحني. نعم.